منتخب مصر واخر الاخبار. امبارح تحديدا روي فيتوريا وصل للقاهره بعد انتهاء طبعا الاجازه بتاعته عشان يبدا بقى يجهز لاستعدادات معسكر سبتمبر اللي هيكون من خلاله مباراتين عندنا امام واحد اثيوبيا في 8 سبتمبر في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله طبعا لكاس امم افريقيا، واللي حسمها يعني او حسمتها مصر بالتاهل رسميا بصداره المجموعه. كمان عندك المنتخب هيخوض وديه اخرى امام يعني المنتخب التونسي في 12 سبتمبر، هتكون المباراه في القاهره. وخليني اقول لحضراتكم برضو في نقاشات حول احتماليه مواجهه الجزائر، لسه يعني الكلام مش اكيد، في اكتوبر برضو المقبل طبعا مباراه وديه. فخطه التحضير واعلان فكره القايمه وعدد اللاعبين والملعب اللي هيتلعب عليه كل المباريات الوديه ده مهم جدا، وكل دي ملفات هيتم مناقشتها طبعا وهيتطرق ليها فيتوريا وهيحسمها مع جهازه المعاون في اول اجتماع، واكيد احنا كمان هنطلع حضراتكم بيها. بس سوفر او يعني حتى هذه اللحظه يا كريم انا شايفه ان الراجل ماشي باجنده كويسه، فبالتوفيق طبعا للمنتخب. احنا عايزين يعني نتائج مختلفه بقى، عايزين نتائج مختلفه، حقنا يبقى عندنا نتائج مختلفه، لان انت في الاول وفي الاخر ما بتاثرش في فكره اختيارك لمدير فني جيد، يعني بتدور ويحصل اخفاق مره وبتصيب مره ثانيه وحد بيجي ما بيكملش للنهايه وهكذا في كل ده، وناس بيتم انتقادها بشكل كبير وناس بتكون يعني واخده دعم بشكل برضو كبير، كل ده موجود وكل ده وارد وكل ده هيحصل تاني مش حصل وخلاص. فالمهم بس مع كل ده ومع الرؤيه اللي احنا شايفينها في فيتوريا والامال الموجوده على هذا الرجل يكون قدها، بس لان انا برجع تاني اقول المصريين من حقهم يفرحوا، 100 مليون واكتر يا كريم من حقهم يفرحوا، ولو حتى هيفرحوا مش بنتائج فظيعه، على الاقل مستوى افضل، على الاقل تطوير في الكره. احنا من الجماهير على فكره اللي فار جدا، بمعنى ان انت لو لعبت مباراه حلوه وانا شفتك بتبذل اقصى ما عندك بس النتيجه مش لصالحنا ما بنزعلش. ما بنزعلش حقيقي، لكن لما تبقى اللعب وحش او لعب لا يليق بالمنتخب وبعدين كمان نتيجه لا تليق، الموضوع بيبقى محبط جدا. اتمنى وكلنا نتمنى ده لا يكرر اكيد، يعني اكيد، لان طبعا احنا بنتكلم على منتخب مصر الوطني، منتخب قومي، يعني بنزعه وطنيه كده، طبيعي ان الواحد بيسعد لاي انجاز بيحققه المنتخب. احنا هنا مش بنتكلم على جماهير نادي معين سواء اهلي او زمالك او غيرهم، لكن احنا بنتكلم على جماهير حابه تشوف منتخبها الوطني بشكل مشرف. واحنا كان في فترات قبل كده شفنا فيها المنتخب في حالات يعني نقدر نقول عليها استثنائيه بالمقارنه باللي احنا فيه، شفنا ايام حلوه وشفنا امجاد مع منتخب مصر قبل كده، يا ريت بقى نرجع نشوفها مرات ومرات في القريب العاجل باذن الله.